لما تكون موجوع وما حد سامعك. بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك. والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش. بياع اللي بدفعش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، شركة تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعة أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. أما شو يا معلم؟ الصور، الفيديوهات، الستوريات، هيك سرعة الفايبر عندي بالدار. أول شيء اسمه فايبر مش فايبر، بعدين شوف. شوف مالك بتضوي وبتطفي بالضوء هيك؟ احنا بإعلان إذاعي مش تلفزيوني. ما هو الناس لازم تعرف إنه الفايبر بسرعة البرق مش الصوت. بالتل جيجا فايبر، أسرع إنترنت منزلي. من سدس الدين بدينا وفتحنا الباب، فتحنا حساب ورا حساب وصار عنا برنامج حسابات التوفير. من سدس الدين بنوفر سوا وبنفرح سوا ومعكم مكملين لنوفر ونربح 1960 مع بنك فلسطين. كل يوم اربحوا 1000 دولار، 9000 دولار كل اسبوع، وشهريا 60000 دولار. وفروا اربحوا على طول، وجائز تاني بنص مليون، كل جائز ربع مليون دولار كل 3 شهور. يلا نوفر ونربح مع بنك فلسطين. افتحوا حساب توفير او غدوا حسابكم ب 200 دولار ما يعادلها بالعملات الأخرى. لا تدخلوا السحب على أضخم حملة جوائز التوفير في فلسطين. تبدأ الحملة يوم 1/6/2022 وتنتهي بتاريخ 15/12/2022. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. مع كل دقة قلب كان بينبض بالحب، يوم عن يوم ثقتك فينا بتعلى، مشينا معك الدرب تحدينا كل الصعب، كبرنا فيكم خطوة بخطوة واللي جاي أحلى. وصلنا لكل عيني بحب وقلب كبير، دجاج عزيز حكاية إبداع وتطوير. وصلنا لكل عيني بحب وقلب كبير، دجاج عزيز حكاية إبداع وتطوير. يلي لما بتحلى فيها وطعم السفرة مع هجنان، دجاج عزيزة بيحليها الجودة والصحة والضمان. جديد في الأسواق، برجر دجاج عزيزة من لحم الدجاج الصافي، صحي ولذيذ، تجدوه في جميع معارض عزيزة ونقاط البيع المعتمدة.
صباح الخير. الله يصبحكم بالخير وما كنتم عم تسمعونا. تحية صباحية للجميع، أحلى صباح لأحلى مشاهدين ومستمعين ومتابعين أينما كنتم في أرجاء الوطن الحبيب فلسطين. نحييكم بصباح يوم جديد، نهار جديد، اليوم الخميس الثالث من تشرين الثاني للعام 2022، وحلقة جديدة من برنامجنا شد حيلك يا وطن. يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. عمر الاحتلال ما يدوم حتى لو يطول الليل. يا شعبنا شد الحيل. بالخير بالحب وبتحية الوطن فلسطين نحييكم، تحية القدس العاصمة، تحية شهداء هذه الأرض الطيبة الطاهرة، تحية أيضا نابلس جبل النار، تحية جنين الصمود، تحية خليل الرحمن، إنما كنتم نحييكم من طاقم عمل البرنامج اليوم، الزملاء خالد نجاس، محمد ريان في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميلات هديل أبو زيني، سحر حناني في التنسيق، ومني ريم العماري في الإعداد والتقديم. صباح الخير يا فلسطين، صباح جبينك العالي، بكل طلعة شمس وانهار أمل في الصبح بينالي. صباح الخير يا فلسطين، صباح جبينك العالي. صباح الخير يا فلسطين وجبين فلسطين العالي، وهامة فلسطين العالية، وهمة شباب فلسطين، والأمل الذي يعيش داخل كل فلسطيني، والإرادة التي نتمسك بها والتي هي التي تجعلنا صامدين على هذه الأرض مرابطين بإذن الله. صباح الخير لكم جميعا، نجدد الأمل في كل يوم بأن يكون اليوم يحمل لنا خيرا أكثر من الأيام السابقة. يرتقي الشهداء في كل يوم في فلسطين، يأتي خبر الشهداء في كل يوم في فلسطين، بعد اقتحامات، بعد مداهمات يقوم بها للاحتلال لبلدات وقرى ومخيمات فلسطين. أنتم تتابعوننا اليوم على عبر شبكة وطن الإعلامية، على شاشة تلفزيون وطن، عبر إذاعة وطن FM على الموجة 99.2، عبر وكالة وطن للأنباء مباشر على موقع الفيسبوك مباشر. صباح الخير لكل اللي معنا عبر الفيسبوك مباشر بتابعونا من داخل الوطن فلسطين أو حتى من خارج فلسطين. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضخ، وعليك بلادي لأساوم. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضخ، وعليك بلادي لأساوم. بيتي هنا أرضي هنا، بحر السهل النهر لنا، وكيف بوجه النار أسالم. البيت هنا والأرض هنا والسهل هنا والنهر هنا والبحر هنا والأقصى هنا، فكيف نترك الأرض ونذهب؟ كل شيء موجود هنا هو لنا، البحر والسهل والشجر والحجر والبشر والأرض في فلسطين. صباح الخير إلى الكل الفلسطيني في كل مكان، في الداخل، في القدس، في أيضا بلدات يعني شمال غرب القدس التي دخلت إلى الخط والتي امتد لها خط الثورة في فلسطين. صباح الخير لكم جميعا من بيت دقة، وهناك المواجهات المندلعة صباح وفجر هذا اليوم. قد نعرض بعض المشاهد عن ما حدث في بلدة بيت دقة، طبعا ارتقاء الشهيد داود ريان برصاص الاحتلال عند اقتحامها بلدة بيت دقة، أصيب برصاصة في القلب استهدفه الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة، مواجهات هي الأشد، وقوة كبيرة من جيش الاحتلال كانت قد اقتحمت فجرا بلدة بيت دقة لاقتحام منزل الشهيد حباس ريان. Oh.
بدكم هذا بدكم نعم. ايش اللي صار اليوم؟ اللي صار اليوم الجيش دخل البلد وداهم البلد على اثر الحادث اللي صار امبارح. بدهم يدخلوا بيت في الحاره عندنا في المنطقه. صار مواجهات عندنا على الشارع على باب البيت. الجيش طبعا كانوا باطلاق الرصاص، كان معهم قوه، كان معهم سيارات جيش، كان معهم وحده كبيره علشان يجمعوا الشباب باب البيت. قاموا باطلاق النار على الشباب. انصاب هذا الشاب عندي، مشى لكاع البيت عندي ووقع في كاع الدار. طبعا الامبولانسات ما كانش في امبولانسات قريبه في الوقت هذا لانه كان في مواجهات. بعدها شافوا الجيش دخلوا فحصوه وبلغوا انه ميت، يعني انه مستشهد. بعدين حملنا ورفعنا على المستشفى هنا وصلنا وسوينا الاجراءات هنا. الله يرحمه. إذن مواجهات اندلعت في بلدة بيت دق صباح هذا اليوم شمال غرب القدس. ارتقى شهيدان من البلدة بالأمس، الشهيد حباس ريان واليوم الشهيد داود ريان. ينضم لنا عبر الخط الهاتفي جمال داود رئيس مجلس بلدة بيت دق. أستاذ جمال صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير وتنيم سلامات، كيف حالك؟ تحياتي لكم، الله يقويكم في بلدة بيت دق. أكيد من الفجر إذن يعني اندلعت المواجهات، من الفجر قوة كبيرة اقتحمت بلدة بيت دق، ارتقى شهيد بالأمس وارتقى شهيد اليوم من بلدة بيت دق، خبرنا أكثر ما الذي حدث؟ بالأمس استشهد الشيخ حابس ريان رحمه الله، وهو من سيرة رجال القرية، والمعروف عن هذا الإنسان أنه إنسان مسالم وهادئ وليس له أي إسباقيات. كانت مفاجأة لأهل القرية استشهاده. على أثر استشهاد الشيخ حابس كان من المتوقع أنها تيجي قوة إسرائيلية على بيت الشيخ حابس، ففعلا يعني حصل أنهم أجوا على القرية صباح هذا اليوم. كان في مواجهات من قبل شباب القرية ما بين الشباب وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن إصابة مباشرة للأخ داود ريان في الصدر أدت إلى استشهاده. نعم. طبعا جثمان داود ريان الآن موجود في مستشفى رام الله الطبي، سوف ينقل الجثمان إلى القرية. سيصلى عليه صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر وينقل إلى مقبرة القرية. قرية بيت دق كما تعلمين هي في محافظة القدس الشريف، تقع شمال غرب القدس ضمن 16 قرية. القوة الوطنية والإسلامية في شمال غرب القدس أعلنت اليوم الحداد على أرواح شهدائنا، وأخص بالذكر الشهيد حابس والشهيد داود. نعم، يعني تدخل بلدة بيت دق اليوم على خط الثورة الفلسطينية في كل مكان، مواجهات مندلعة، يبدو أن الاحتلال أيضا من خلال اقتحامه لمنزل الشهيد حابس هو يعني يخطط لأمر أخطر من ذلك في البلدة. بداية، هل انسحب الاحتلال أم لا تزال قوات جيش الاحتلال في البلدة؟ لا، بالتأكيد هم انسحبوا من القرية، ولكن كما تفضلت أنت بالحديث أنه قرية بيت دق هي كباقي قرى ومدن فلسطين، هي قرية مستهدفة تقع تحت الاحتلال. نعاني ما يعانيه الشعب الفلسطيني من جنين إلى نابلس إلى القدس ورام الله والخليل. هناك دائما مواجهات، هناك دائما مضايقات، جدار الفصل العنصري، عندك كمان الحواجز المفاجئة والمتنقلة، مما يضيق على المواطن تنقله وحياته اليومية. نعم. طيب الإصابات خلال هذه المواجهات كيف كانت؟ يعني احنا شفنا عبر الفيديوهات التي وصلتنا من بيت دق هناك يعني اشتداد وحدة في المواجهات مع قوات الاحتلال بعد ان تصدى الشبان لاقتحام الاحتلال، كيف بتوصف وضع الإصابات؟
يعني شوفي المواجهات دائما عندنا احنا لا تقارن بالقوة العسكرية الموجودة لدى الاحتلال الإسرائيلي. المواجهات هي تكون أما بإحراق الإطارات أو برمي الحجارة على الجنود، فبالمقابل هم يقومون بالتصفيف الرصاص الحي إلى صدور شبابنا. يعني ما فيش مقارنة ما بين المواجهة من قبل الشباب والتصدي لهم من قبل قوات الاحتلال. يعني الاحتلال كان يعني أطلق الرصاص الحي وأصاب الشهيد داود برصاصة بشكل مباشر لقلبه. يعني كيف يعني خلينا نحكي، كان يتحدث لنا قبل قليل أحد المواطنين الذي كان شاهدا على هذه الحادثة عندما ارتقى الشهيد داود، كان أصيب بالرصاص، مشى قليلا، دخل المنزل، سقط في باحة المنزل، عمره 42 عام، لديه أسرته، لديه عمله أيضا. هذه التفاصيل كيف تعلق عليها أستاذ جمال؟ بلا شك أن قوات الاحتلال هي تقوم بعمل أزمات ميدانية لشبابنا. شبابنا عزل، أنا أعتقد أن الحجر ليس بسلاح وإحراق الإطارات ليست سلاح، هي تعبير عن شعور وغضب، ولكن ما يقوم به الاحتلال هو تصفيات ميدانية، أدامات ميدانية. يعني لما أنت بتحكي على رصاصة في الصدر في القلب، هي من قناص مباشر بهدف القتل. نعم هو الشهيد له عائلة، له 5 أطفال، يسعى لقوته اليومي لإعالة أطفاله، بقى شهيدا ونحتسبه عند الله يعني من الشهداء المقبولين إن شاء الله. تم منع وصول سيارة الإسعاف لأكثر من 15 دقيقة لإسعافه. يعني هذا الشيء ده يحدث دائما، إنه قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من وصول إلى الإصابات التي تحدث في المواجهات. لو كان في مجال إنه سيارة الإسعاف توصل في الوقت المناسب، العمار بيد الله أولا، ولكن ممكن يكون فيه أمل بالحياة. نعم أكيد. ماذا تتوقعون في البلدة أستاذ جمال؟ ما نتوقعه إن شاء الله أنه يكون يوما هادئا، يعني ستكون هناك جنازة للشهيد ولا نعلم ما يخبئه لنا هذا النهار. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال داود رئيس مجلس قروي بالدقو، الذي حدثنا عن المواجهات التي اندلعت فجر هذا اليوم في البلدة. في حزن وسع المدى، في وجع جوع
الحزن طبعا هذا يعم المدن والبلدات الفلسطينية عند ارتقاء أي شهيد، لكن الأمل يتجدد. ارتقى الشهيد كما قال رئيس مجلس بالدقو، لديه 5 من الأطفال أصابه الاحتلال في مقتل في قلبه برصاصة حي مباشرة. الآن تأتينا الأخبار من القدس، وأيضا هناك طبعا اقتحامات متواصلة مباشرة دائما في القدس للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين. قبل قليل قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب قرب باب المجلس وأغلقت أبواب المسجد الأقصى المبارك. إذن الأخبار تأتينا تباعا في هذه اللحظات من القدس، سنكون طبعا في أي تفاصيل أخرى تردنا من القدس حول إطلاق الرصاص. لكن أيضا في ملفاتنا لهذا اليوم، أكثر من 3 أسابيع أو بعد 3 أسابيع على حصار مدينة نابلس، الاحتلال يرفع حصاره عن المدينة صباح هذا اليوم. هذا الحصار المشدد الذي فرضته قوات الاحتلال على المدينة والبلدات المجاورة أيضا على مدار 4 أسابيع تقريبا مضت. لمزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي عميد دويكات من نابلس. عميد صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير لك وللمستمعين والمشاهدين. عميد، يعني بعد كل هذه المدة من الحصار يرفع الاحتلال الحصار يفتح البلدات، بداية هل فعليا فتحت كل الطرق والحواجز المؤدية من وإلى المدينة؟ نعم بالفعل ريم، يعني حسب ما وردنا وحسب ما شاهدنا وتابعنا منذ ساعات صباح هذا اليوم، جيش الاحتلال قام برفع الحصار الذي فرضه على محافظة نابلس وعلى مدينة نابلس بالتحديد قبل 3 أسابيع بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى نابلس وفصل مناطق مدينة نابلس عن ريفها الجنوبي وكذلك ريفها الغربي وريفها الشمالي. صباح اليوم ومنذ ساعات صباح هذا اليوم عند الساعة 5 تم فتح حاجز حوارة في كلا الاتجاهين، سمح للمواطنين بالدخول والخروج عبر حاجز حوارة دون إعاقة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحتى هنا لا تواجد لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحاجز كما جرت العادة عليه في الأيام القليلة الماضية، وحركة الدخول والخروج من وإلى نابلس من المنطقة الجنوبية من خلال حاجز حوارة هي طبيعية كالمعتاد. عند الساعة 7 من الصباح هذا اليوم، وكما كان قد أبلغ مجلس قروي دير الشرف والارتباط المدني الفلسطيني، بدأت جرافات الاحتلال بإزالة السواتر الترابية عن دوار الشهيدة شيرين أبو عقلة في بلدة دير الشرف، وهذا الدوار الذي كان أغلق بالسواتر الترابية، وبالتالي فصل مدينة جنين ومحافظة محافظة نابلس عن محافظة جنين ومحافظة طول كرم، ومنعت الحركة أيضا باتجاه الريف الغربي والريف الشمالي لمحافظة نابلس. حتى الآن الحركة سالكة في كلا الاتجاهات، في كل الاتجاهات من نابلس، بمعنى آخر الحواجز التي كانت قائمة خلال 3 أسابيع قد أزيلت، مع العلم بأن جيش الاحتلال كان قد زعم بأنه خفف من إجراءاته في نابلس قبل قرابة أسبوع عندما قام بفتح حاجز بيت فوري كالمعتاد، وأيضا فتح ما يعرف بحاجز صرة المقام على مطرق بلدة صرة غرب نابلس، وهي الطريق الواصل ما بين محافظتي نابلس وقلقيلية، سمح بالحركة عليه بشكل طبيعي. بذلك تكون مع إزالة وفتح الحواجز هذا اليوم تكون يعني أزيلت كافة الحواجز في محافظة نابلس وسمح بالحركة، وبالتالي الحركة من وإلى نابلس بشكل طبيعي هذا اليوم ستكون من خلال المداخل الرئيسية المؤدية، ولن يكون هنالك طرق إضافية كما حصل في 3 أسابيع الماضية، يضطر المواطن لقطع 20 و25 وفي بعض الأحيان 40 كيلومتر فقط ليتجاوز 500 متر على حاجز حوارة من قطع منطقة الحاجز إلى المنطقة الثانية. الطرق مفتوحة كالمعتاد، الجرافات فتحت طريق دير شرف، وحاجز حوارة تم إزالة البوابة التي وضعت عليه أو تم فتح البوابة التي وضعت عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه العملية ريم تتزامن مع إعلان رئيس الوزراء دكتور محمد الشتيه بزيارة مدينة نابلس هذا اليوم برفقة وفد من القناصل. الساعة 10 ستبدأ الزيارة في بلدة حوارة، وربما تكون خشية
من أن موضوع فتح الحواجز مرتبط بزيارة القناصل الأجانب برفقة رئيس الوزراء إلى مدينة نابلس. قبل أسبوع كان هنالك 15 قنصلا من دول مختلفة وأجنبية وعربية قد زاروا مدينة نابلس، وفي صحيح. اللحظة التي زاروا فيها القناصل مدينة نابلس تم إجراء تسهيل على الحواجز، بمعنى آخر حاجز صرة في تلك الفترة فتح كالمعتاد، حاجز عورتة فتح له كالمعتاد، حاجز عورتة سمح للمواطنين بالمغادرة ولكن ضمن إجراءات أمنية يكون بها الاحتلال، وبالتالي يخشى أن تكون عملية فتح الحواجز هذا اليوم هي فقط يعني التمويع على زيارة تقوم بها القناصل الأجنبية، وبعد زيارة القناصل ربما تعود إلى وضعها الطبيعي، ولكن يعني نحن بانتظار أن تتضح الصورة أكثر، مع العلم بأن مصادر عبرية ذكرت اليوم بأن جيش الاحتلال اتخذ قرارا بتخفيف الحصار المفروض على مدينة نابلس منذ 3 أسابيع. نعم، يعني هل هذا سيكون الأمر مربوط بالزيارة كما قلت عميد؟ يعني بمعنى هل هناك خشية من أن تعاود قوات الاحتلال إغلاق الطرق والبلدات المؤدية من وإلى نابلس؟ صحيح صحيح ريم، نحن نتحدث عن يعني بعض المناطق مثلا على حاجز حوارة تم وضع بوابة إضافية غير البوابة التي كانت موجودة، تم نصب بوابة إلكترونية يتحكم بها جيش الاحتلال عن مسافات بعيدة، عن مسافة تزيد عن 300 متر عن النقطة العسكرية التي يتواجد بها جيش الاحتلال، وبالتالي هنالك تجربة وهنالك يعني حادث ليس بالبعيد قبل أسبوع بالتحديد يوم الأربعاء ليس أمس، إنما الذي سبقه كان زيارة لقناصل عدد من الدول الأوروبية والعربية لمدينة نابلس لحاجز بيت فوريك، حاجز حوارة وعورتة ودير شرف. دير شرف بقي كما هو، لم يتم إزالة السوائل الاضطرابية في حينه، ولكن حاجز عورتة فتح كالمعتاد، سمح لحركة المواطنين بشكل طبيعي وكأنه لا يوجد حاجز بالأساس. سرة التي كانت يعني يستغرق المواطن من يريد المغادرة ما بين 3 إلى 4 ساعات حتى يستطيع المرور عبر هذا الحاجز فتح في حينه بشكل طبيعي، الطرق كانت مفتوحة بشكل شبه طبيعي لنقول في تلك الفترة، ولكن بعد أن غادر وفد القناصل مدينة نابلس في حينه عادت الحواجز كما كانت عليه وشددت من إجراءات الاحتلال على مدينة نابلس، ويخشى أن يكون هذا اليوم يحصل نفس الشيء. نحن بانتظار ساعات قادمة، هذه الساعات يعني ربما تحمل الكثير، رئيس الوزراء سيصل إلى مدينة نابلس بعد قرابة نصف ساعة من الآن إلى بلدة حوار التي ستكون محطته الأولى في الزيارة، ومن ثم ينتقل إلى مدينة نابلس، وعند الساعة 2:30 ظهرا سيعقد مؤتمر صحفي في داخل البلدة القديمة. هذا المؤتمر الصحفي يعني ربما يتحدث عن الحصار وعن إعادة الإعمار، ولكن هذه الزيارة الأولى منذ 3 أسابيع أو منذ بدء الحصار دعني أقول عميد، صح؟ لرئيس الوزراء. نعم، لرئيس الوزراء الذي هو ابن محافظة نابلس بالأساس، هي الزيارة الأولى له منذ 3 أسابيع منذ بدء الحصار على مدينة نابلس في الثلث الأول من شهر تشرين أول الماضي، عندما حاصر الاحتلال وغلق بشكل كامل مدينة نابلس ومنع الدخول ومنع عفوا الخروج من مدينة نابلس. هي الزيارة الأولى، سبق هذه الزيارة وفد وزاري كان في مدينة نابلس وأعلن عن رزمة من التسهيلات أو رزمة من المشاريع التي منحت لمدينة نابلس خلال جلسة مجلس الوزراء التي كانت يوم الاثنين الماضي، ولكن رئيس الوزراء هي الزيارة الأولى التي يصل فيها إلى مدينة نابلس التي استمر حصارها على مدار 3 أسابيع، وتتحدث عن 3 أسابيع حولت المدينة يعني إلى مدينة فارغة، قضت بشكل كامل على ما تبقى من اقتصاد مدينة نابلس، نتحدث عن مدينة 3 أسابيع وبشكل أساسي سواء نابلس أو غير نابلس، نتحدث عن مدن ومناطق تعتمد على السياحة الداخلية سواء من إخواننا في فلسطين المحتلة عام 48 أو حتى من القادمين من ريف المحافظة أو من المحافظات الأخرى. نحن نتحدث عن محافظة قطعت أوصالها بشكل صحيح. كامل، مدينة عزلت عن ريفها، فبالتالي يعني الوضع فيها كان في غاية السوء، ويعني كان من المتوقع أن يكون حركة تجارية، ولكن هذا الإغلاق قضى على أمال كثير من التجار وكثير من الصناع، حتى يعني عمال الذين يعملون ضمن النظام اليومية وغيره لم يستطيع خلال هذه الفترة العمل كون الحصار كان محكم. أنت تتحدثين عن دخول مسموح لمدينة نابلس على مدار 3 أسابيع، ولكن من سيدخل إلى المدينة وبعد ذلك إذا أراد الخروج من هذه المدينة قد يستغرق الأمر معه ما بين 3 إلى 4 ساعات إضافة إلى المخاطر، فهذا يعني دفع بالكثير من المواطنين إلى عدم الوصول إلى مدينة نابلس. نعم، سنبقى يعني على اتصال دائم. عميد، أشكرك على هذه التفاصيل، حدثنا عنها من مدينة نابلس، تحياتي لك. تحياتي لك.
وجه الظلم بوجه العدل رح نروي ترابك بالدم نوب بعهدك رغم الهم ورجالك جاي مبلش انت الآية وجه الظلم بوجه العدل. طيب سننتقل سريعا إلى القدس إذا من هناك الأخبار العاجلة تأتينا بعد إطلاق النار على شاب في البلدة القديمة بالقدس عند باب المجلس بطريق الواد. إذا قوات الاحتلال شرطة الاحتلال تطلق النيران على شاب. هناك حديث حسب الإعلام العبري عن عملية طعن جرت في البلدة القديمة لشرطي وكما تقول قوات الاحتلال. الآن إذن تم الإعلان عن إصابة شرطي في ساقه من قبل قوات الاحتلال وشرطي آخر بجروح في ظهره. وهذه حالة المستوطن كما يقول الإعلان العبري هي في القدس طفيفة متوسطة. إذن هذه المشاهد تأتينا مباشرة من القدس. شكله في عملية. شو في يا شباب؟ شو في يا شباب؟ ابصر شو في قوات قوات مليان. ابصر شو في. ابصر شو في يا شباب؟ شو في يا شباب؟ نخلع عنك طوب النكبة. الله من بدء التكوين بارك أرضك يا فلسطين. طبعا هذه العملية كما وصلنا حدثت بالتزامن مع اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين وهناك إخلاء سريع للمستوطنين المقتحمين للأقصى. جموع شرطة الاحتلال التي رأيتموها داخل باحات المسجد الأقصى هي لإخلاء المستوطنين بشكل سريع من المسجد الأقصى المبارك. الآن إذن كل أبواب المسجد الأقصى مغلقة، كل أبواب البلدة القديمة مغلقة، هناك اعتداء على شبان في باب العمود، إغلاق لنزول باب الأصباط. إذن الاحتلال بعد عملية الطعن هذه يغلق باب نزول باب الأصباط، يغلق الطرق المؤدية للمسجد الأقصى المبارك، يغلق أبواب الأقصى وأبواب البلدة القديمة، وهناك أيضا اعتداءات على الشبان في باب العمود. يا قدس نحلف يمين اسلام ومسيحيين رح نرجع لك من تصريح. متواصلون معكم أكيد في آخر التطورات التي تردنا من مختلف المناطق والبلدات الفلسطينية. حدث الآن إذن في القدس وأي جديد سنوافيكم به. سنتوقف عند فاصل قصير، بعدها سنكون مع ضيفي بالاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ هاني المصري. كونوا معنا. وعروقة معشوقة معشوقة يا قدس معشوقة لو متنا ما يموت القلب تجري جوا عروقة معشوقة معشوقة القدس العربية معشوقة معشوقة القدس العربية معشوقة معشوقة
معشوقة معشوقة القدس العربية معشوقة. أهلا بكم من جديد، تحياتي لكل المشاهدين والمتابعين معنا عبر شبكة وطن الإعلامية أينما كنتم، نحييكم من جديد. إذن بعد الأخبار التي تردنا من القدس، والاحتلال يغلق جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك، يغلق أيضا نزول باب الأصباط، يغلق البلدة القديمة، يخلي المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، كل ذلك جرى بعد عملية، يقول الاحتلال، من هناك عملية طعن جرت لشرطي إسرائيلي داخل البلدة القديمة. الأحداث تتوالى إذن بتسارع، هناك الكثير لنتحدث به، وخاصة بعد أيضا الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وهل هناك رهان عليها في الوضع السياسي أم لا. أرحب بالأستاذ هاني المصري، الكاتب والمحلل السياسي، معي بالاستوديو. صباح الخير أستاذ هاني. نور، أهلا وسهلا. يعني شهيد في بيت دقه صباح هذا اليوم شمال غرب القدس، الآن أيضا في القدس نفسها في البلدة القديمة هناك أحداث، بالأمس وقبل الأمس بالخليل وقبله بنابلس، اليوم فقط الاحتلال يعلن رفع الحصار عن نابلس بعد حصار استمر أكثر من 4 أسابيع. كل هذه المتغيرات المتسارعة تحدث، وبالأمس كان هناك الانتخابات الإسرائيلية. دعنا نربط الأمور في بعضها بالبداية قبل أن نتحدث عن ما بعد هذه الانتخابات، وهل هي نقطة تحول كما أنت حضرتك كتبت أم مراوحة في المكان نفسه. لأين تسير الأمور؟ كيف تقرأها في الضفة بداية؟ بالنسبة للأرض الفلسطينية، فكرة المقاومة تعززت يعني بالفترة الأخيرة، خاصة في العام الأخير، من خلال نماذج البطولة سواء الفردية أو التي عبرت عن نفسها بمجموعات، كتيبة جنين، عرين الأسود، وكتائب أخرى عديدة في أكثر من منطقة. هذه التجارب ألهمت يعني الشعب الفلسطيني، وأن هناك إمكانية وهناك ضرورة لاستمرار المقاومة. هذا أمر بات الآن واضح أكثر من أي فترة سابقة. ولكن من الجهة الأخرى، تحول هذه المحاولات إلى انتفاضة شاملة أو إلى مقاومة شاملة يبدو أنه لا يزال بعيد، يعني لأن مقومات الانتفاضة الشاملة غير متوفرة. الانتفاضة الشاملة بحاجة إلى قيادة، بحاجة إلى برنامج، بحاجة إلى تنظيم، بحاجة إلى جبهة وطنية، بحاجة إلى يعني بيئة يعني مناسبة عربية ودولية، يعني كل هذه المسائل غير متوفرة، وبالعكس بعضها يعني متوفر على النقيض يعني منه. على سبيل المثال هناك انقسام يعني فلسطيني بغيض يتعمق، القيادة الرسمية لا تريد انتفاضة ولا مقاومة، لا تؤمن بأن مثل هذه الأعمال يمكن أن تؤدي إلى شيء. أيضا فرضت إسرائيل معادلة يعني التهدئة مقابل الأمن على قطاع غزة، والتنسيق الأمني والتعاون الأمني مقابل تسهيلات اقتصادية على الضفة الغربية، يعني ولكن استمرار المقاومة والحالة المد الشعبي الذي واجهته، هناك مد شعبي يعني كانت يعني خليل دخلت على الخط، الخليل في الجنوب، شمال غرب القدس اليوم بالدقة، يعني بشكل عام في تعاطف شعبي كبير، هذا مهم ومن أهم الأشياء، ولكن بدون قيادة سياسية، بدون قيادة تنظيمية، بدون جبهة وطنية، بدون توفير الإمكانيات، لأن المعركة يعني صعبة، المعركة طويلة، لا تحل بيوم واحد ولا بشهر واحد ولا بأشهر. تعبير الانتفاضة عن حالها من خلال الموجات، هذه ظاهرة
جديدة يعني متناسبة مع الظروف التي ذكرتها، يعني ما دام مش قادرين ننظم انتفاضة شاملة فتأخذ شكل الموجات والهبات، تقريبا الهبات والموجات لا تنقطع، تتوقف في منطقة تندلع في أخرى، تأتي مرة أعمق من السابقة وأكبر وأكثر اتساعا، تعتمد المقاومة الشعبية تارة، المقاومة المسلحة أو الطعن بالسكاكين والدهس تارة أخرى. صحيح، متنوعة هي. يعني هناك يعني أشكال يعني مختلفة، ولكن يخطئ من يعتقد أن حتى ضرب مثلا ظاهرة من الظواهر سيؤدي إلى ضرب المقاومة. الفكرة انتشرت، يعني وصية عدي ووصية وديع انتشرت، وصية إبراهيم انتشرت، يعني هذه مسائل يعني واضحة. صحيح. ولكن نحن بحاجة إلى أكثر من ذلك، وخاصة في ظل التطورات في إسرائيل. نتائج الانتخابات يعني مفترض أن تشعل كل الأضواء الحمراء، ليس لأننا نراهن على حزب دون آخر، ولكن لأن النتائج أتت أسوأ حتى من معظم التوقعات. هاي المرة السلطة تراهن كانت على نتائج الانتخابات، في كل مرة كان هناك رهان ودعوة أو تمني بأن يأتي اليسار أو حتى اليمين المخفف كما يقال لرئاسة الحكومة. هذه المرة نتنياهو اكتسح، معسكر نتنياهو الانتخابات والمقاعد أيضا. لعبة الرهان كما أسميتها أستاذ هاني على معسكر دون آخر، هل ما زالت موجودة؟ للأسف ستبقى موجودة، يعني رغم النتائج السيئة جدا، لأن الذي يمنع وجودها هو الشعور بأن هناك إمكانية لبديل آخر، هناك إرادة من أجل بناء بديل آخر. يعني المسائل لا تهبط لوحدها، يعني يجب أن تبنيها. يعني إذا أنت تشعر أنك عاجز ويائس وأن لا يوجد بديل، لا يكون أمامك سوى التعاطي مع الواقع الموجود، وهذا يعني الأمر. يعني أنا مثل ما قلتك قبل النشر، سمعت واحد بيقول إنه ليش تزعلوا، اليمين دائما هو اللي بيعقد الاتفاقات، يعني كأنه لسه في الأمل بالاتفاقات. أيوة، إنه هي مش أمل أو أمل، وهم. يعني أي اتفاقات عملها اليمين، يعني عملوا اتفاقيات كامب ديفيد اللي هي عمليا خرجت فيها مصر من الصراع. يعني هاي ليست إنجاز بالمعنى الفعلي، وهذا أعطى لإسرائيل حرية للهجوم على لبنان والاستفراد بالفلسطينيين وغيرهم. وبالتالي وهذا مهد الطريق لاتفاق أوسلو اللي هو هلأ ثبت حتى لمعظم الذين أيدوه وساهموا فيه بأنه لم يؤدي إلى تحقيق الأهداف الفلسطينية، إنما إلى العكس من ذلك. الرهان على الآخرين دائما يفشل، حتى لو كان الآخرين بعضهم أقل سوءا أو بعضهم حتى صديق. الرهان على النفس هو مفتاح البناء البديل الجديد، الرهان على الشعب الفلسطيني، الرهان على القضية الفلسطينية عادلة ومتفوقة أخلاقيا، الرهان على القوى والشعوب المؤيدة للقضية الفلسطينية، الرأي العام العالمي وليس على الإدارات الحاكمة والحكومات الحاكمة خاصة في الولايات المتحدة يعني وأوروبا. يعني سمعنا بايدن بيقول منذ أيام إنه لو لم تكن إسرائيل موجودة لا كان يجب إيجادها. وما عندما زار كرر ما كان قد حكى من أكثر من 50 سنة بأنه صهيوني رغم أنه ليس يهودي. صحيح. يعني الرهان على الإدارات الأمريكية وعلى الحكومات رهان خاسر، والرهان على الشعوب رهان ناجح. يعني الشعوب لأنه من مصلحتها نصرة القضية الفلسطينية، يعني مش بس قضايا أخلاقية ومبدئية، مصالح الشعوب مترابطة مع بعضها البعض، الحكام مصالحهم الفردية تتناقض في كثير من الأحيان مع مصالح شعوبهم. وبالتالي يعني هون اللي بده يقرأ المسألة بشكل صحيح. الآن جاي حكومة يمكن أن يكون فيها بن كفير وسموتريتش، ممكن أن يستلم كمان في وزارات مهمة. نعم. يعني وهذا يعني أن العدوان سيكون أشد، العنصرية أكبر. طب شو حضر القيادة، يعني خلينا نحكي على المستوى السياسي لهذه الحكومة، يعني كيف رح يكون التعاطي معها؟ هذا إذا هي أصلاً هذه الحكومة تتعاطى، لأن هم من حكومة التغيير السابقة قبل الانتخابات كانت ترفض أي مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية أو على أساس سياسي، فقط كانت اللقاءات على مستوى أمني أو خدماتي فقط. الآن كيف ممكن أن يتغير هذا المشهد مع تصدر
هذه الحكومة المشهد؟ وضع القيادة الرسمية الآن صعب، أصعب من السابق، لأن الحكومة القادمة موقفها من السلطة أسوأ من الحكومة السابقة. يعني مثلا على سبيل المثال بن كفير وسموتريتش ضد حتى استمرار السلطة. يعني حكومة يائير لبيد مع استمرار السلطة ولكن تطويعها أكثر وأكثر لخدمة المصالح والأمن الإسرائيلي. هؤلاء يعني مش فارقة معهم، بالعكس يعني طارحين أجندة بمختلف القضايا في منتهى التطرف. مثلا حتى الجنسية الإسرائيلية بيهددوا من سحبها من المواطن الذي لا يثبت الولاء لإسرائيل. أوامر إطلاق النار يعني يريدوا تغييرها بحيث يتم باستسهال أكبر إطلاق النار على الفلسطينيين لمجرد أنهم بلقوا حجر أو بيعملوا أي عمل معادي لإسرائيل. موضوع الفصل المكاني والزماني في المسجد الأقصى هيكون معدلاته أكبر. طب هل فعلا سيتهدد خطر وجود السلطة؟ بمعنى يعني هناك تمويل لبقاء السلطة والاحتلال هو من يتحكم بهذا التمويل، هل من الممكن عند بعد وصول هذه الحكومة المتطرفة كما أسميت بأنه فعلا يهدد خطر وجود السلطة، قطع التمويل عنها، يعني أمور أخرى كثيرة؟ هو عملية تقويض السلطة مستمرة يعني بصراحة، يعني حتى قبل مجيء هذه الحكومة، لأنه فشل مشروعها السياسي وإسرائيل تريدها يعني أداة ووكيل كامل في يدها. وهذا الأمر يعني مع المتغيرات اللي على الأرض صعب هيكون أكثر مطلوب. وهذا الأمر سيفقد السلطة يعني مبررات وجودها. يعني يمكن الآن لا تستطيع الحكومة الإسرائيلية أن تفعل كل ما تريد، لأنه لسه الإدارة الأمريكية إدارة ديمقراطية يمكن أن تفرض عليها بعض القيود، ولكن يمكن الانتخابات الأمريكية الجاي يجي ترامب أو شبيه بترامب، ساعتها ستكون الحكومة الإسرائيلية أكثر حرية ضد الفلسطينيين. يمكن حتى بالانتخابات النصفية اللي بعد كم يوم في الولايات المتحدة الأمريكية تأتي بأغلبية للحزب الجمهوري، هذا سيقيد يعني الإدارة الأمريكية. يعني هذا والأخير كيف سنتصرف نحن سيؤثر على كيف سيتصرف الآخرون. مثلا إذا القيادة الفلسطينية قررت عدم التواصل مع هذه الحكومة الإسرائيلية وعدم إجراء اتصالات معها وتطبيق القرارات الفلسطينية الخاصة في العلاقة مع الاحتلال واللي متخذة منذ سنوات يعني بعيدة. بالأمس على هذه السيرة أستاذ، يعني بالأمس الرئيس في القمة العربية بالجزائر قال أن إسرائيل لم تترك لنا خيار سوى إعادة النظر في العلاقة القائمة معها وتنفيذ قرارات المجلس الوطني. هذه ليست المرة الأولى التي تعلن عنها القيادة الفلسطينية بأنها ستعيد النظر، يعني إعادة النظر أخذت وقت طويل. واضح أن السلطة تخشى أن تأخذ أي خطوة من شأنها أن يعني في هذا الاتجاه، هي فقط تلوح بهذا الأمر، وليست المرة الأولى في الحكومات السابقة، يعني في السنوات السابقة لوحت بهذا الأمر. حتى التلويح لم يعد أحد يأخذه على محمل الجد، زي اللي بقول لك تركت الدخان 100 مرة. يعني فصار تهديد وراء تهديد، عدد المرات التي هددنا فيها لم تعد. لماذا تخشى السلطة أن تأخذ هذه؟ تخشى من المجابهة، لأنها غير مستعدة للمجابهة، لأنه أنت إذا بدك تغير الالتزامات يعني هذا سيعمل مجابهة أكبر مع الاحتلال. أنت يجب أن تكون مستعد. ما هو بقول لك أنا مش مستعد، طب شو اللي منعك تستعد؟ شو اللي منعك تبدأ بالاستعداد؟ يعني أي سؤال إذا في إرادة في جواب عليه، إذا فيش إرادة فيش حل إلا أنه نتعايش مع الأمر الواقع ونتعامل مع السلام الذي يسمى اقتصادي، وهو طبعا لا اقتصادي ولا سلام، هو مجرد يعني فتات وتسهيلات يعني تتعامل فيها إسرائيل معانا على مستوى أقل من السياسة، على الأقل من الاعتراف بالحقوق، على الأقل من الاعتراف حتى بالشرعية الدولية، مجرد ملف أمني اقتصادي يعني سواء مع الضفة الغربية أو مع قطاع غزة. هذا الأمر مش ممكن يتغير إلا إذا غيرنا تغيير نوعي بالأداء الفلسطيني، يعني بالرؤية، بالاستراتيجيات، بالوحدة، بالشراكة، بجبهة وطنية، بتنظيم مقومات الصمود. لأنه هلأ الموضوع الرئيسي أنا رأيي هو موضوع توفير مقومات الصمود الفلسطيني والتواجد الفلسطيني على أرض فلسطين. لأنه يعني حزب الصهيونية اليهودية الدينية. عارفت شو شعاره الرئيسي بالانتخابات؟ تيت. شو يعني ترانسفير. يعني وتهجير، هيك اسمه تيت. يعني فبالتالي يعني التهجير سيكون
على جدول الأعمال. ممكن بالأول بتجميعنا بمعازل، ممكن يعني زي ما واحد كتب في إسرائيل مقال إنه ممكن السنة الجاي 200 ألف يهجروا من 48 للضفة الغربية، وحتى حكي بالتفصيل كيف العملية يمكن أن تتم. نكبة جديدة هذا كيف ممكن يكون؟ يعني الناس بتقول لك لا مش ممكن، بظرف معين يتوفر بصير ممكن. بس هو يعني بتعرف على الأقل شو بيفكروا هؤلاء الناس. نعم. وإذا وجدوا فرصة مناسبة حينفذوا. إذا استمرنا إحنا بهاي الحالة ستأتي الفرصة المناسبة. إذا غيرنا من أدائنا لا، سنقطع الطريق عليهم ونفشلهم ونسير بعد فترة حتى على طريق تحقيق أهدافنا. الآن ليس مرحلة تحقيق الأهداف، هلأ مرحلة إحباط المخططات الإسرائيلية، مرحلة الصمود والحفاظ على الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، مرحلة إبقاء القضية حية في محاولات مكثفة لتصفيتها، والآن ستزيد هذه المحاولات تصفيتها من كل الجوانب، قضية اللاجئين، القدس، الحدود، الأمن، يعني من كل جوانبها هاي المحاولات يعني مستمرة، سواء بحكومة يائير لبيد أو بحكومة نتنياهو، لكن تختلف المعدلات. أنا هذا اللي كنت بدي أسألك، والدرجات يعني حكومة برئاسة نتنياهو أو برئاسة لبيد هي وجهان لعملة واحدة كما ذكر. طيب لماذا تفضل الأوساط الفلسطينية حكومة يمين وسط يسار مثل حكومة يائير لبيد الحالية، رغم أنه ما حدث في هذه الحكومة الحالية من أمور يعني لم تحدث أيضا في السابق بالنسبة على مستوى الاستيطان، على مستوى الهدم، على مستوى الاعتقالات، على مستوى القتل، على مستوى الاقتحامات، على مستوى ما يحدث داخل سجون الاحتلال؟ يعني كيف تراهن الأوساط الفلسطينية التي ذكرت على هذه الحكومة الحالية؟ هي ليست أفضل من الحكومات السابقة. حتى أكون برضو صريح، الرهان الآن مش زي الرهان زمان. زمان كان في وهم انه ممكن ما يسمى يعني اليسار الاسرائيلي يعطينا الدوله. نعم. الان الرهان انه يمكن المحافظه على بقاء السلطه. الان تشوفي قديش انحدر الطموح والسقف من انهاء الاحتلال وتجسيد دوله واستقلال وطني الى بقاء السلطه، صار هذا الرهان. يعني لانه قلت لك انه هلا في تخوف من انهيارها. نعم نعم، لانه زي ما قلت لك بن كفير وسموتريتش بقول لك حتى السلطه هاي بها، ونتنياها علاقته بالسلطة أسوأ. مش معناته أنه حينجرف بسرعة نحو حلها، ولكن يعني بقول لك ممكن نفكها ونركبها من جديد، ممكن نركب سلطات جديدة تكون متواعة بالكامل. لأنه هلأ في مشروع صفري، يعني مشروع إقامة إسرائيل الكاملة وليس مشروع تسوية بأي نوع من الأنواع. فبالتالي هذا بيقتضي سلطة من نوع أكثر يعني انجرافا بتأييد المحتل. يعني وكيل كامل، يعني مش نص وكيل، مش ثلاثة أرباع وكيل، يريدون وكيل كامل. إذن أنت بترى أن هذا هو خطر تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو ومشاركة بن كفير وأحزاب اليمين. نعم، لأنه هدول هيكون تأثيرهم كبير. ليه؟ لأنه نتنياهو مهتم جدا، لأنه حيمكنوه من تحصينه أمام القضاء الإسرائيلي، وهذا صرحوا فيه علنا. يعني إسرائيل نتنياهو في أربع تهم تلاحقه، وبعضها ممكن يسبب سجن إله. هدول أعلنوا علنا أنهم مستعدين يقروا قوانين تحصن رئيس الحكومة. صرحوها مش سر يعني. يعني في حد بيقول لك بدنا نقضي على القضاء كليا منهم هذول اثنين، واحد تاني بيقول لا منقر القانون اللي بسموه القانون الفرنسي اللي بحصن رئيس الحكومة يعني من ملاحقة القضاء أثناء فترة يعني مزاولته لمهمته كرئيس حكومة. إذن يعني من عشان هيك هو حيرضيهم. هو بجوز لا يفضل نتنياهو أنه يكون رهين لكل هذا المتطرفين، ولكن في الأولوية عنده حماية نفسه. وللأسف أصلا لولا نتنياهو اليمين الإسرائيلي من زمان شكل حكومة بشكل مريح. الخلاف على شخصية نتنياهو هي التي تمنع اليمين من تشكيل حكومة مريحة. الآن حصل هو على أعداد كافية بدون بقية القطاعات من اليمين. يعني هو ليبرمان يسار، يعني حتى يعني جانس هو يسار بصراحة. يعني يسار. لا يوجد بصراحة. يسار يعني بيحكوا عنهم مركز يسار. مقارنة بالماضي يعتبروا يمين. نعم. يعني وليس نعم. مركز. نعم. ولكن اليمين هو الأغلبية الساحقة في إسرائيل.
وحتى يعني إشعار آخر يعني مش بس هاي المرة، يعني صار هالفترة عشرات السنين واضح أن هذه رغبة الشارع الإسرائيلي. نعم، واللي بيقرأ الشباب شو انتخبوا بيكتشف أنه الشباب رايحين نحو اليمين، اليمين أكثر صحيح. يعني من كبار السن يشوف البيانات قدي بيزيد نسبة الحارديم والقوميين الدينيين المتطرفين، مش صعب يتوقع بعد كم سنة هتصير إسرائيل أكثر وأكثر تحت سيطرة هؤلاء. بالتالي الموضوع مش بس هاي الانتخابات، يعني إذن حتى إشعار آخر يعني إسرائيل تتجه نحو اليمين والتطرف والعنصرية والعدوان. أنت ماذا تفعل مقابل هذا التطور؟ هل تبقى تنتظر؟ طيب في ورقة أخرى في هذا الوضع هي الوضع العربي، يعني هل من الممكن أن يكون هناك إنقاذ للسلطة أو للوضع بشكل عام من العرب؟ طبعا ما يعني ننسى أنه هلأ إحنا منعيش حالة انتشار لسياسات التطبيع ولإسرائيل، هل ستزيد هذه السياسة مع حكومة نتنياهو؟ هل الوضع العربي قد ينقذ السلطة من أي محاولة لانهيارها؟ شو متعلق هذا الموضوع؟ بيتوقف على كيف تتصرف السلطة. إذا السلطة سحبت الغطاء عن نتنياهو ستفرض على العرب يغيروا مواقف. إذا السلطة بدها تستنى كيف يلتقي نتنياهو مع الرئيس محمود عباس أو يتكرم وزير الدفاع للقاء أو وزير آخر معاه عشان إيحاء بأنه هناك أفق سياسي أو هناك علاقة سياسية، يعني ساعتها هذا حيريح الدول العربية أكثر. هاي من ناحية، من ناحية تانية حيصير اتفاق نووي مع إيران ولا مش حيصير اتفاق نووي مع إيران، هذا سيؤثر يعني أيضا. هاي من ناحية صحيح. موضوع العلاقات العربية الإيرانية حتتحسن، لأنه هلأ في محاولات واتصالات، لأنه الدول العربية راحت لإسرائيل عشان تحميها من إيران هيك يعني الوهم. يعني حيكتشفوا طبعا آجلا أم عاجلا أنه إسرائيل مش حتحمي حدا، يعني هي تستفيد ولكن لن تقاتل من أجل عيون لا العرب ولا غير العرب، ستقاتل إذا كانت بمصلحة إسرائيل القتال. وبالتالي هذا الرهان بالأخير سيخسر، رهان الدول العربية إنه إسرائيل ستوفر لهم الحماية لن توفر لهم الحماية، بس هذا حيحدث الآن ليس بالضرورة. في بعض الأمور طلبها الرئيس امبارح من العرب في القمة، يمكن تابعتها حضرتك، تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم اللي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني عشان وعد بلفور وبالتعاون مع الولايات المتحدة طبعا، وتداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني وارتكاب كما قال إسرائيل أكثر من 50 مذبحة. الرئيس طالب الدول العربية بتشكيل هذه اللجنة القانونية وطالبهم بتفعيل قرارات القمم العربية السابقة بشأن الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان العربية التي أقرت سابقا. يعني هناك أيضا ميل الآن إلى الدول العربية لإنقاذ كما هو واضح، يعني كيف تنظر إلى لجنة قانونية تشكلها الدول العربية؟ أنا بقول زي مريض بحاجة لعملية قلب مفتوح، فمنصرف له يعني أسبرين أو دواء يعني سريع مسكن. نحن الآن في خطر وجودي على الشعب الفلسطيني، على القضية الفلسطينية، هيك الرئيس لازم يخاطب الدول العربية. في خطر وجودي، بالتالي لازم يكون رد في مستوى هذا الخطر الوجودي. أنا مش ضد تشكيل لجنة أو هنا بس يعني هذا بيظهر كأنه المشكلة يعني بسيطة. القدس تضيع، الأرض تضيع، غزة أكبر سجن في التاريخ، بال 48 بيتهددوا بسحب جنسياتهم إذا لم يبدوا ولاء كامل لإسرائيل، وفي مخططات للتهجير وفي مخطط، وإحنا بنحكي تشكيل لجنة. يا أخي ما في عنا زي ما حكى الرئيس أكثر من 900 قرار من مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس حقوق الإنسان ولم يطبق أي قرار. يعني تشكيل اللجان هذا مفترض شيء ثانوي وليس هو الرد الجوهري. الرد الجوهري بدك تسحب الغطاء عما سمي عملية سلام، بدك تسحب الغطاء عن أوسلو، بدك تسحب الغطاء عن حكومة نتنياهو الجديدة وتقول التعامل معها حرام ويجب مقاطعتها، حرام وطنيا، حرام قانونيا، حرام عن كل الناس اللي بتدعي احترامها لحقوق الإنسان وحق تقرير المصير والمساواة والعدالة وكل هذه القيم الجميلة اللي وصلت لها الإنسانية. هون بصير
بتضع العالم العربي وبتضع العالم أمام مسؤولياتهم. أما تشكيل لجنة بدعموا تشكيل لجنة، وطلب الحصول على العضوية الكاملة بدعموا طلب الحصول على العضوية الكاملة، ولسه بنحكي عن تدمير حل الدولتين، ولسه أي ما في خطر هلأ أكبر من هيك، خطر هدم الأقصى زاد. يعني 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 لأنه هدول الصهيونية الدينية من أكثر الجماعات اليهودية إيمانا بضرورة بناء الهيكل الثالث قبل تحقيق الانتصار يعني الإسرائيلي اليهودي الكامل. فبالتالي إحنا وين وهن وين؟ يعني في عالم تاني، في عملية قتل يومي إسرائيل بتقوم فيها باقتحامات واغتيالات، وفي توسيع الاستيطان بمعدلات رهيبة. هذا يعني بده مواجهة، بده يطلب من الدول العربية توفير شروط الصمود والمقاومة يعني للشعب الفلسطيني، وتوفير العمق العربي اللازم للمقاومة والصمود في وجه المخططات المعادية التي تستهدف القضية الفلسطينية، وليس مجرد تشكيل لجنة أو حصول على عضوية كاملة. يعني عضوية يعني بتقصد كان ممكن استثمار الوجود بالأمس في القمة العربية لطلب أعلى السقف. أعلى بكثير. وحتى لو لم يتحقق بعيدها الشعوب العربية بتشوف تخاذل الحكام العرب. بس هيك ببينوا العرب قايمين بواجبهم أمام شعوبهم، وهيهم ما شاء الله بالبيان يعني كويس، يعني قمة فلسطينية مثل ما يقال. ولكن حبر على ورق، يعني هذا هو الموضوع الأساسي. طيب أنت في مقالك يعني بنهاية المقال قلت أن نهوض الوضع الفلسطيني هو العامل الحاسم أو العامل الفلسطيني. الآن في حالة نهوض شعبي، النهوض الآخر على مستوى أنت تقصد القيادة والمنظمة والفصائل. طبعا والفصائل. لأنه إحنا مش ممكن زي ما كتبت بالمقال السابق أن نحمل يعني عرين الأسود أكثر ما تحتمل، يعني بكفيها اللي قامت فيه ولا يمكن أن تقوم بأكثر من ذلك. بالتالي أنه نرمي عجزنا على أي ظاهرة نحملها مسؤولية بدل ما القيام بواجبنا. قيام بواجبنا أنه إذا نفهم الأخطار وكيف توفير متطلبات تصدي لها. إذا ما فهمنا الأخطار بشكل حقيقي لن نوفر المستلزمات. إذا المسألة مجرد لجان تشكل هنا وهناك، يعني مثلا موضوع الوحدة الوطنية كان ممكن استغلال القمة العربية، تحويل إعلان الجزائر اللي هو كان صراحة مجاملة وتحول لمسخرة لشيء جدي مثلا، كان فرصة يعني بعد الانتخابات الإسرائيلية لتحويله لشيء جدي، والآن في فرصة لتحويله لشيء جدي، إنه تعالوا يا جماعة. ومش عقاعدة غالب ولا مغلوب، عقاعدة أنا بسميها توازن المبادئ والمصالح وتوازن القوى. يعني مش حنعمل انقلاب على حدا، بس الكل لازم يكون موجود وشراكة حقيقية لكل أطياف وقوى وشخصيات الشعب الفلسطيني، ليس في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، بجميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، إحياء المشروع الوطني الفلسطيني، إحياء المؤسسة الوطنية الجامعة، منظمة التحرير بغرفة الإنعاش، بلاش شيء لها دور حقيقي. هذا هو الرد بمستوى المخاطر والتحدي. وإذا بعرف أنا أنه عملية طويلة، ولكن يجب أن تبدأ. عندما تبدأ هذا سيعمل تلاحم ما بين التحرك الشعبي والزخم الشعبي وما بين القوى والقيادات، وبالتالي هذا بشق طريق الخلاص الوطني وبيفتح طريق لتحقيق أهداف وأحلام الشعب الفلسطيني. نعم، يعني الأيام القادمة إذن أستاذ هاني بنهاية ربما ستحمل لنا الكثير من متغيرات على أرض الواقع تحدث اليوم، وأيضا من حكومة ستستلم رح تحمل تطرف جديد وانتهاكات جديدة بحق الشعب الفلسطيني. يمكن البعض يقول شو هالنظرة التشاؤمية لهذا التحليل، لكن تجميل الواقع اليوم والمجاملات مش من صالح حد. هذا الواقع اللي بنعيشه، إذا لم ننهض جميعا بكل مكونات الشعب الفلسطيني لن نذهب إلى يعني دعني أقول بر الأمان. صحيح بالضبط، لما يروح مريض عند دكتور ويشخص غلط العلاج إذا صحت غلط، هون التشاؤم وهون الضرر، مش مسكن. لازم يشخص صح عشان يطيل علاج الصح. يعني هاي بالعكس هي النظرة المتفائلة اللي بتقول في أمل، شرط إنه نكون صراحة مع أنفسنا ومع شعبنا ونشخص صح ونقدم علاج صح
وبيقدموش هذا فرد، هذا بيقدمه الشعب والقوى والمؤسسات، ولكن تلعب الأفراد دور في بلورة هذا الحل وهذا العلاج. الآن يعني قبل أن أنهي معك، أتينا خبر استشهاد الشاب الذي أطلقت عليه شرطة الاحتلال في القدس النار صباح هذا اليوم، شهيد من بيت دقه صباح هذا اليوم، شهيد من القدس الآن. وفي كل يوم هناك حالات ارتقاء لشهداء في فلسطين، رحمهم الله جميعا. شكرا لحضورك الأستاذ هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكم على المتابعة، وشكرا لزملائي في الاستوديو، ومني ريم العمري أحييكم جميعا. لقاءنا يتجدد الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك، والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش، بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، شركة تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. بدنا نعمل أسرع إعلان، يلا بالتل جيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي. شو هاد؟ إعلان بالتل جيجا فايبر بس من سرعته مش رح تسمعه. بالتل جيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي. كلمة في صفحة إلها معنى بيحمينا، زي الصاحب وقت الشدة تلاقيها، لما بنحتاجها على طول بتعطينا، في كل مكان منتشرة لترضينا. من سنين احنا معها متواصلين، هي تراست العالمية للتأمين. تراست العالمية للتأمين، تطورنا لنعكس نجاحكم. قشطة يا عم سمعني كلام، ونهارك فل يا سيدي الكل، كل حدا بتشوفه ببالا، جبالك قشطة من البنار أخضر من يلي ببالا، القشطة الحامض سر الغامض واحسبها تحدي، يا ما شفنا ودقنا ويا ما جربنا بس هيود عربي. يا عيني يا عيني على القشطة دوق، يا ليلي يا ليلي على القشطة دوق. القشطة الحامضة من بقلولتي ببساطة أزكى، البنار اختيار كل الدار. جوازنا كترت والفرحة كبرت، شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوات. جوازنا كترت والفرحة كبرت، شكل الدنيا ضحكة وأكتر حلوات. يلا بدك تغيير وافتح حساب توفيق مع الإسلام الفلسطيني اللي ما صار حيصير. توفير 22 حلمك صار بالإيد، توفير 22 ربحك مش بعيد.
توفير 22. جوازنا كترت والفرحة كبرت. افتح حساب توفير ب $100 أو أكثر، أو غذي حسابك الحالي لتدخل السحب على جائزة كبرى شهرية وعشرات الجوائز النقدية الأخرى. للمزيد www.islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. تقدر تحكي بات الجيجا فايبر 10 مرات. جيجا فرابي بايت بعد ايش؟ لا تكلا 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 قش تكلا قش طلقة طلقة وبنزحش. لا تكلا 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 قش تكلا قش بقطعش بقطعش. انا مش ضاوي انا هاوي، مش معلق انا محلي. طلقة طلقة وبنزحش. بتشكلك وقاعد على المكتب بقطعش 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 بقطعش. بالت الجيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي. للاستفسار أو الاشتراك بالخدمة على الأسعار الجديدة من خلال معارضنا أو موزعينا أو الاتصال على 199.